يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المحبة أعلى درجات العبادة. الخلة أعلى درجات المحبة، والمحبة نعم هي أعلى درجات العبادة، لأن الذي لا يحب الله لا يعبده. نعم. فهل المراد بذلك العبادة القلبية، لأن المحبة من أفعال القلب؟ العبادة على أقسام، منها عبادة على بالقلب، ومنها عبادة على الجوارح. عبادة بالقلب مثل الخوف والخشية والمحبة والرغبة والرهبة والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية. وأما العبادة على الجوارح مثل الذكر باللسان، ذكر الله عز وجل باللسان وتلاوة القرآن، ومثل الصيام والصلاة، كلها عبادات على الجوارح، عبادات بدنية. تكون عبادة مالية مثل الصدقة والزكاة والتبرعات، عبادات مالية. العبادة أنواعها كثيرة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والأقوال أقوال اللسان. نعم.